قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طير المحبة حام بالشورى والأنعام تلقى كل الأحلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم مع برنامجكم رسائل إلى الزوجين، ومع حرف جديد وهو حرف الميم، وأعني بذلك كلمة جميلة وهي كلمة المشاركة. نسمع مثل رائع نردده وكلنا يحفظه: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. الحياة الزوجية ما يمكن أن تكون حياة زوجية مستقرة فيها الحب والرحمة والتضحية والوفاء إلا بالمشاركة بين الزوجين، فالزوج لا غنى له عن الزوجة، كما أن الزوجة لا غنى لها عن الزوج. إذن لابد أن تكون المشاركة معنا. فكم من رجل قد أبدع في حياته وأصبح مؤثرا، وكم من رجل سياسيا قد أثر على مجتمعات كثيرة، وكم من تاجر قد فتح الله عليه بسبب دعم المرأة. يا إخواني، لا نظن أن الدعم قد يكون ماديا، لا. وأنا أوجه رسالة للنساء: الزوج ماذا يريد منك؟ مشاركتك قد تكون بكلام، بلسان، برحية ولدي، رحية زوجي، وفقك الله، بهذا الكلمات، هذا التوفيق. دعمك ومشاركتك قد تكون بأنك تريحيه في البيت، بأنك تجهز له الطعام، وتحفظي له الأولاد، وتحفظي له الأموال. ماذا يريد منه الزوج إلا المرأة التي إذا غاب عنها حفظت، وإذا نظر إليها سرت؟ هذه المرأة التي تشارك. ولكن ينبغي للزوج ألا ينسى خله وزوجه عندما يفتح الله عليه، لأن بعض الأزواج هداهم الله، عندما يفتح الله عليه والمرأة كانت واقفة بجواره وداعمة له ينساها وقد يعني يبخس حقها. لا، ينبغي ألا تنسى المرأة التي وقفت معك. والرجل الكريم، الرجل الحسن، الرجل القوي هو الذي لا ينسى من وقف بجواره. وأعظم موقف نراه ما وقفته خديجة بنت خويلد مع نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما وقفت بمالها ونفسها وجاهها وكل ما تملك، مع أن امرأة كانت غنية مترفة، صبرت مع النبي في شعب أبي طالب عندما قطعوا على نبينا وأهله وعشيرته الطعام والماء والمال، صبرت معهم، وقفت بجانب زوجها حتى يعني بلغ الرسول الدعوة. ولذلك لما ماتت سمي عام الحزن، حزن على هذه المرأة التي الرسول ما نسيها، شاركت بكل ما تملك. أيضا أنا أوجه رسالة إلى المرأة المعلمة أو المرأة الموظفة عموما، قد تكون المرأة موظفة، طبيبة أو معلمة أو في إحدى الدوائر الحكومية، نقول: يا أختي الكريمة، هذا المال لا نريد أن يكون شقاء والسبب للشقاء والطلاق والعياذ بالله. المال مالك، وأنت شرعا إن أعطيت الزوج بطيبة نفس ورضا فهذا منك، وللزوج يحرم عليك أن تأخذ مال زوجك من غير حق. ولكن ما يمنع أن المرأة تشارك زوجها بقدر ما تستطيع. فكم من بيوت الآن نراها كبيرة جميلة، والله يقول الزوج: والله الحق يقال، أن هذا البيت نصف مني ونصف من زوجتي. الله أكبر على المشاركة والود والرحمة بين الزوجين. كم من زوج نسمع يقول: والله هذا السيارة جزاها الله خير اشتراتها زوجتي، ما نسيها. ولكن متى تكون المشاركة من الزوجة طيب، ولكن يكون من الزوج وفاءه غير طيب؟ عندما يشتركان في بيت ويبناه، وبعد ذلك يأتي الزوج ويتزوج على المرأة وهي التي دفعت هذا من مالها، أو يأمرها أن تأخذ قرض، وإذا لم تأخذ يقول: أنت ما تشاركين، أنت ما تحبين. لا يا أخي، الحمد لله، يعني أنت ما أخذت لأجل مالها. إذا أخذت من أجل مال، إذا نيتك كانت لغير الله وأصبح هدفك في الحياة غير واضح. إذا إن استطعنا أن نشارك بعضنا بعضا فهذا حسن.
المرأة تشارك بقدر ما تستطيع، بكلمة، بلطف، بتعامل، بمال. والله وتالله وبالله نرى رجال الآن قد فتح الله عليهم بسبب وقوف نسائهم معهم. وقد قيل قديما وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا نحن الرجال زوجات مشاركات بكل ما تحمل هذه الكلمة، ونسأل الله أن يرزق الزوجات رجال يشاركونهن همومهن وكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. أتمنى أن تصل الرسالة من قلبي إلى قلوبكم. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد بكم إن شاء الله وحرف جديد. أستودعكم الله. حام 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 طير المحبة حام بالشورى.